يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل كان ساحرا ويعطي الناس الحروز ويفرق بين الأزواج وعمل من السحر. رجل كان ساحرا ويعطي الناس الحروز ويفرق بين الأزواج فقد عمل الكثير من السحر ثم إنه تاب الآن، فهل له من توبة؟ نعم، التوبة، باب التوبة مفتوح لكل أحد، للمشرك والكافر والساحر، كل أحد، إنما لا يسقط عنه الحد إذا ثبت السحر في حقه، إما باعترافه وأما بشهود يقام عليه الحد. وأما التوبة هذه بينه وبين الله، إن كان صادقا غفر الله له، وإن كان كاذبا الله يعلم بحاله. نعم.